اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تبصوليش وتقولي انت مالك مبسوط كده ليه؟ لازم اكون مبسوط جدا جدا جدا. ليه؟ احنا النهاردة يوم عرفة. يا الله، انا النهاردة وانا بتفرج على الناس اللي واقفين على عرفة ببكي. عايز اقول لكم القلب يحترق والعين تدمع بدل الدموع دمى، وبقول يا رب انا وكل احبابي ومشاهدي من متابعي ومشتركي ومشاهدي قناة اعرف دين نكون السنة الجاية على عرفات. بنسمع عرفات كتير لكن ما عرفناش لماذا سمي عرفات بهذا الاسم. قالوا او قيل لان الناس يتعارفون عليه، وقيل لما كان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يطوف بآدم ليريه، أو كان جبريل يطوف بإبراهيم ليريه المشاهد، فكان يقول جبريل لإبراهيم أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت. وقيل أيضا أن لما آدم هبط من الجنة إلى الأرض كان فراقه بزوجه، وأنهم التقيا وتعارفا على جبل عرفة، وده برضو قول. أما نحن فلا نقول إلا ما ذكر في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما عرفة، رزقنا الله وإياكم الوقوف بعرفة، ميدان واسع، أرض مستوية يبلغ نحو ميلين طولا في مثلهما عرضا. طيب، بنسمع عن عرفة وعن جمال المشهد في عرفة وعن هذا اليوم المشهود، إيه اللي خلى يوم عرفة بهذا الفضل، أو إيه فضائل يوم عرفة؟ أولا أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. ثانيا أن عرفة هو ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال: قال رسول الله، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أيضا هذا اليوم صيامه لغير الحجاج يكفر سنتين. الله أكبر. سنتين؟ أيوة. أنت بتقول إزاي؟ جبت الكلام ده منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. يا الله، كل ده في يوم واحد؟ لسه والله انا جايب لكم الخير كله من عند رسول الله ومن عند الله عز وجل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا اليوم يوم العتق من النار. اسال الله ان يعتق رقابنا جميعا من النار وان يحرم اجسادنا على النار. روى مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ أيضا خامسا من فضائل يوم عرفة أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، ومن كل العاملين في القناة وكل أحبابنا اللي بيشوفونا وكل أحبابنا اللي بيسمعونا أو من سمع عنا. يا رب يا رب لا تحرمنا جميعا الوقوف بعرفة في العام المقبل. إن كنا حرمنا في هذا العام بشؤم ذنوبنا ومعاصينا فلا تحرمنا الوقوف بعرفة في العام المقبل يا رب العالمين. أن الله يباهي بأهل عرفة الملائكة، لما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: ماذا أراد؟ أو فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الله أكبر الله أكبر. انظر لحال السلف وحال التابعين. عن هارون بن موسى النحوي قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس قال: كان يقال اليوم في العشر بألف، اليوم في العشر بألف. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال يوم عرفة بعشرة آلاف يوم، أي يعني في الفضل.
مستني ايه؟ مستني ايه؟ اقبل على الله. وقد كان سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان حرصين أشد الحرص على استغلال ذلك اليوم. فروى ابن أبي الدنيا عن قال علي بن أبي طالب: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوما أكثر فيه عتقاء للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه من أن تقولوا: اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار ورقابكم من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. وكان حكيم بن حزام يقف بعرفة معه، يقف بعرفة معه 100 بدنة و100 رقبة من رقبة من العبيد، فيعتق رقيقه، فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاس على ركبتي وعينان تزرفان أي بالدموع، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. لذلك وقف الفضيل بن عياض بعرفات فلم يسمع من دعائه شيئا إلا نواضع يده اليمنى على خده وواضع رأسه يبكي بكاء خفيا، فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام فرفع رأسه إلى السماء وقال: واسوأتا، والله منك إن عفوت، واسوأتا، والله منك إن عفوت، واسوأتا، والله والله منك إن عفوت. بالله عليكم اوعى اليوم ده يضيع منك يا اخويا يا اختي يا ابي يا امي يا اولادي، اوعى اليوم ده يضيع منك، اوعى هذا اليوم ان يضيع منك. كان الصحابه والسلف حريصين عليه، احرص انت كمان عليه. قال الفضيل ايضا لشعيب ابن حرب بن موسم: ان كنت تظن انه شاهد الموقف احد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. الله اكبر، الله أكبر. يا رب يا رب لا تحرمنا العام المقبل يا رب الوقوف بعرفة. اللهم ارزقنا التتابع بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا التتابع بين الحج والعمرة. يا رب ارزقني وأحبابي وكل مشاهدي الوقوف بعرفة في العام المقبل يا رب، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، وارزقنا طواف الإفاضة والهدي والحلق ورمي العجر العقبة أو جمر العقبة. يا رب ارزقنا الحج يا رب. أنا وكل أحبابي بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.